اليوم غادي نقدم لكم كيكه التفاح اللي غادي نحتاجوا فيها 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، جوج خمارات، قشره ديال الحامضه والعصير ديالها، وجوج كيسان ديال جوج كيسان ونص ديال الدقيق، وجوج تفاحات مقطعين شرائح. غادي ناخذ البيض غنديروا فيه قبيصه ديال الملحه، كاس ديال السنيده، غادي نخلطو مزيان. غادي نخدمو البيض مزيان مع السنيدة حتى يمتزج مزيان، وعاد نضيفو ليه الزيت بشوية بشوية. بشوية بشوية نضيف الزيت بشوية بشوية، صافي. دابا ندير فوق قشرة الحامض، عصير ديال الحامض. المهم الحامضه فاش كنعصروها القياس اللي خرج لينا في الحامضه كنديرو، دابا غادي نضيف الدقيق بشويه بشويه مع الخميره. نخدمو الخليط مزيان، كنضيفو الدقيق بشوية بشوية حتى كنكملو. بالنسبه للناس اللي بغاو المقادير غادي يلقاوها اسفل الفيديو. صافي، ومنين غادي نكملو الدقيق كامل غادي نديروه في واحد الطاوله اللي كتدخل الفران مدهونه بالزبده ومرشوشه بالدقيق باش ما تلصقش لينا. بعد ما كملنا التخلاط ديالنا خدمنا الدقيق حتى نسجم مع العناصر، دابا غادي نصبو في واحد المقلاة لي مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق باش متلصقش لينا. دابا غادي نصطفو التفاح ديالنا بعد ما قطعناه شرائح ودرناه في الحامض باش ميتأكسدش لينا. صافي، غادي نصطفو بحال هكايا حتى نساليو التفاح ديالنا، ونديرو السكر. ممكن ديري نص كاس ديال السنيده ديري فيه لافاني وترشي عليهم من الفوق. انا غادي نحتفظ بها بحال هكا. هذا
صافي غادي نبقاو غاديين بحال هكا احسن نكملو الشرائح ديال التفاح اللي عندنا. هذا ملي كملنا السيف ديال التفاح ديالتنا على الكيك، دابا غادي ندخلوها الفران ونتلاقاو من بعد. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بالتفاح بعد ما كنخرجوه من الفران وكندهنوه بالناباج او كنسقيوه بالسيرو او كنسقيوه بعصير الليمون. نتمنى انها تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتبارطاجيو مع صحاباتكم وتابوناو معنا في القناة الى وصفة اخرى ان شاء الله.